بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مدارس أشتار الابتدائية الأهلية، أرحب بكم من هذا اليوم، ويا رب تكونون بخير صحة وعافية. حبايبي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، اليوم عندنا درس جديد من دروس القرآن الكريم والتربية الإسلامية. في الدرس السابق كان درسنا هو من دروس القرآن الكريم، واللي كان هو سورة القلم. تعرفنا من خلال سورة القلم على أهم ما ورد فيها، وبماذا أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، ولماذا كان هذا القسم. فقد أقسم الله تعالى بالقلم والكتاب التي علم بها البشر بأن محمدا ليس مجنونا بعد أن كذب الكفار النبي محمد ولم يصدقوا إن الله بعث له ملك جبرائيل عليه السلام وأنزل عليه القرآن. وذكرت أيضا في هذه السورة مجموعة من الأعمال السيئة التي اتصف بها الكفار، فإنهم كانوا يحلفون كثيرا وهم كاذبون، ويتحدثون بالسوء عن الناس، ويختابون ويبثون النميمة، وينقلون الكلام السيء بين الناس ليحدثوا الفتنة والبغضاء بين الناس، ويمنعون الخير والمنفعة عن الناس كلما سمعوا القرآن الكريم وقالوا إنها قصص قديمة لا صحة لها، وهم كاذبون وسيحاسبهم الله. يكون درسنا اليوم عنوانه صفات الأنبياء عليهم السلام والحكمة من إرسالهم. صفات الأنبياء عليهم السلام والحكمة من إرسالهم. أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء إلى الناس، فقد بعث الله سبحانه وتعالى على مر الأمم رسلا وأنبياء ليبلغوا عنه شرعه، ويهدي الناس إلى هديه، ويعرفونهم بدينه، وأيدهم بالمعجزات والآيات الدالة على إنهم مبعوثون منه سبحانه وتعالى. وقابلهم كثير ممن بعث إليهم بالتكذيب والاستهزاء والتسخيف، وصدقهم وأيدهم قلة ممن بعثوا إليهم، لكنهم أدوا الأمانة وبلغوا ما أمرهم الله تعالى به، وتحملوا ما لقوا في سبيل تبليغ الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وصبروا عليه. وقد تعاقب الأنبياء والرسل على الأمم في القرون السابقة لهذه الغايات. إذن الأنبياء والرسل هم أشخاص اختارهم الله سبحانه وتعالى لهداية الناس وإرشادهم لطريق الخير والصلاح، ودعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى الأخلاق الحميدة والابتعاد عن المحرمات. إذن هذا هو تعريف الأنبياء والرسل، هم أشخاص، إذن ليسوا ملائكة وليسوا الخلق خاص للأنبياء والرسل، كلا، وإنهم أشخاص، ناس مثلي ومثلكم، ناس لكن إلهم صفات معينة وإلهم ميزات معينة ميزهم الله سبحانه وتعالى بها، سنتعرف عليها لاحقا. إذن هم أشخاص اختارهم الله سبحانه وتعالى لهداية الناس وإرشادهم لطريق الخير والصلاح، ودعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي هذه صفات الأنبياء؟ ما هي صفات الأنبياء؟ يتصف الأنبياء بالحكمة والصدق والأمانة والذكاء والشجاعة والصبر ومكارم الأخلاق، وهم معصومون، أي لا يعصون الله سبحانه وتعالى في شيء. إذن بماذا يتصف الأنبياء؟ يتصف بجميع مكارم الأخلاق، أهمها الحكمة والصدق والأمانة. طبعا الصدق والأمانة هي من أهم صفات الأنبياء، فهم صادقون مصدقون. يعني لو كان هناك شخص، حاشا الأنبياء وحاشا الإنسان الطيب، لكن لو كان إنسان يتصف بالكذب
وجاء ادعى النبوة، فهل يستطيع الناس أن يصدقوا ما يدعيه؟ أكيد لا. فإذا الصدق والأمانة هي من صفات الأنبياء، وهم معصومون. ماذا نعني بالمعصوم؟ أي معصومون عن الخطأ، لا يعصون الله في شيء. يعني العصيان يعني الإصرار على عدم فعل الأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. إذن خير من نقتدي به من الأنبياء هو النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وبه نقتدي ونتعلم منه. هذه هي كانت صفات الأنبياء، وتعرفنا على صفاتهم ومنهم. لكن لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء إلى الناس؟ لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء إلى الناس؟ سبق وإن ذكرنا أنه الله سبحانه وتعالى أرسل مجموعة من الأنبياء إلى الناس ليبلغوا شرعه، ويهدوا الناس إلى هديه، ويعرفونهم بدينه، وأيدهم بالمعجزات. بعض من هؤلاء الأنبياء قومهم صدقهم واتبعوهم القليل، والبعض كذبهم ولم يستجيبوا لدعوته. فإذا كان سبب إرسال الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء هو أولا ليهدوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ووجوب طاعته وعبادته. إذن أول سبب هو اللي اشترك بكل الأنبياء، وكان هم هدفهم واحد وعقيدتهم واحدة، إنه يهدون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ووجوب طاعته وعبادته. وإن الأشياء التي يعبدونها من دون الله هي خرافات وهي باطلة. إذن أول سبب هو هداية الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده ووجوب طاعته، وإن الأشياء التي يعبدونها خرافات باطلة. فالبعض كان يعبد النار، والبعض كان يعبد الأصنام، والبعض يعبد الحيوانات إلى آخره من الإشراك الذي لا صحة له. أما السبب الثاني هو لتعليم الناس مكارم الأخلاق، تعليم الناس مكارم الأخلاق، وليبينوا لهم الحلال والحرام، فيعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله تعالى، ويبتعدوا عن الأعمال السيئة مثل الكذب والسرقة والظلم. فإذا السبب الثاني هو تعليم الناس مكارم الأخلاق، وليبينوا لهم الحلال والحرام كما علمهم الله، فيعلمهم الحرام والحلال ويترك الحرام، الحرام مثل الكذب والسرقة والظلم، وليعلم الناس أيضا الصالح للحياة ومكارم الأخلاق وحقوق الناس، ويزيل الخلاف بين الناس ويوحدونه. أما السبب الثالث من أسباب إرسال الله سبحانه وتعالى للأنبياء هو محاربة الطواغيت والحكام الظالمين، محاربة الطواغيت والحكام الظالمين لنصرة المستضعفين، وتحريرهم من سيطرة الطواغيت. أعد، حارب الأنبياء عليهم السلام الطواغيت والحكام الظالمين لنصرة المستضعفين وتحريرهم من سيطرة الطواغيت. كان هناك ملوك أو حكام يظلمون الناس ويسرقون أموالهم ويقتلوهم، فكان هذا يعني شو نحن نقول عليهم، مسيطرين عليهم. زين، فهذا الظلم الله سبحانه وتعالى ما يرضى به. فأول ما كان يأتي النبي ليش يتبعوا الفقراء ويتبعوا المستضعفين؟ لأن يجدون في دعوته ويجدون في كلامه الشيء اللي يناسبهم، الشيء اللي ممكن أنه يخلصهم من ظلم هؤلاء الناس. فكان هدف
الأنبياء هو محاربة الطواغيت والحكام الظالمين لينصروا المستضعفين ويحرروهم من سيطرتهم. هذا كان السبب الثالث من أسباب أرسال الله سبحانه وتعالى للأنبياء. أما السبب الرابع، أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم السلام لكي لا يحتج الناس على الله يوم الحساب في عالم الآخرة بأنهم لا يعرفون الله ولا يعرفون الدين ولا يعرفون الحلال والحرام، فيقال للناس يوم الحساب إن الله أرسل إليكم أنبياء يعرفونكم بالله ويبلغونكم أوامره ونواهيه ويحذرونكم من عذاب الآخرة ويبشرونكم بالجنة والنعيم إذا أطعتم الله سبحانه وتعالى. فإذا بعد ما يأتي يوم الحساب أكيد راح يجتمعون الناس يوم القيامة للحساب، لكن لو كان أحدهم لا يعرف بالجنة والنار أو لا يعرف بيوم الحساب أكيد سيحتج على الله سبحانه وتعالى بأنه لم يعرف إن هذا حلال وهذا حرام، وإن هناك جنة ونار، وإن هناك حساب وعقاب. فإذا الأنبياء دورهم أنه يعلموا الناس الحلال والحرام كي لا يحاسبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكي لا يحتج الناس على الله تعالى بأنهم لا يعرفون يوم الحساب. فإذا يا أعزائي، كان هذا هو درس اليوم من أسباب إرسال الله سبحانه وتعالى للأنبياء. كان هذا هو من أسباب إرسال الله سبحانه وتعالى للأنبياء. فإذا تعلمنا اليوم أنه جميع الأنبياء هم مبعوثون من الله تعالى، وإن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم من بين البشر، وإن الإيمان بهم أصل وركن من أركان الإيمان، وإنكارهم كفر، وإن الأنبياء معصومون من الأخطاء ومن الذنوب، أي أن الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء عليهم السلام لا يعصون الله سبحانه وتعالى في شيء، وإن الغاية من بعثهم هي هداية الناس وإصلاحهم. إن من الأنبياء والرسل من ذكر في القرآن الكريم ومنهم من لم يذكر، وإن وظيفتهم التبليغ عن الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه. فكان الله سبحانه وتعالى طبعا أرسل مجموعة كبيرة من الأنبياء واختلفوا في عددهم من زمن النبي آدم عليه السلام إلى زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن اللي مذكورين في القرآن الكريم هم 25 نبي، كل نبي إلى معجزة، كل نبي إلى ميزة خاصة ميزته عن باقي الناس في ذلك الوقت. فإذا كان هذا درسنا اليوم من موضوع صفات الأنبياء عليهم السلام والحكمة من إرسالهم، يعني لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم السلام. بعد إذا تحبون تسألون شيء أو تستفسرون عن شيء معين ترسلوا لي سؤالكم وإن شاء الله نجيب عنه، وإن شاء الله رح نتناقش سوية بالدرس هذا اليوم. كان درسنا اليوم هو شرح صفات الأنبياء والحكمة من إرسالهم. الدرس القادم سيكون هو شرح درس مجتمع المدينة المنورة، أما الواجب البيتي هو حفظ درس صفات الأنبياء والحكمة من إرسالهم. أعزائي التلاميذ، بعد ما شرحنا الموضوع أتمنى أنه يكون الموضوع سهل بالنسبة لكم ومفهوم، وأتمنى إن شاء الله نلتقي على خير، وأترككم في أمان الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإيمان بالأنبياء.
الإيمان بالأنبياء والمرسلين هو الركن الرابع من أركان الإيمان، ومعناه أن نصدق جميع الأنبياء والمرسلين فيما أخبروا، وأن نحبهم ونوقرهم ولا نفرق بين أحد منهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تعالى الرسل لدعوة الناس إلى الإيمان به عز وجل وعبادته وحده وتبليغ شريعته إلى البشر وهدايتهم إلى طريق الخير والصلاح، ولكي يحذروهم من مكر الشيطان وكيده ويذكروهم باليوم الآخر، ويبشر المؤمنين بما أعده الله لهم من النعيم الدائم جزاء لطاعتهم، ولينذر الكافرين بنتيجة كفرهم ومعصيتهم. وعدد الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم 25 نبيا، وهم آدم أبو البشر وأول الأنبياء، وإدريس ونوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وأيوب وذو الكفل ويونس وموسى وهارون وإلياس واليسع وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى، وآخرهم محمد عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى السلام. ويؤيد الله تعالى رسله وأنبياءه بالأدلة والبراهين القاطعة التي تؤكد صدق رسالتهم، ويعطيهم المعجزات الباهرات، مثلما جعل الناقة معجزة لنبيه صالح عليه السلام، وأمر النار ألا تحرق إبراهيم عليه السلام فكانت عليه بردا وسلاما، وجعل الحوت لا يأكل يونس عليه السلام، وحول عصا موسى عليه السلام إلى ثعبان عظيم، وسخر الرياح والجن لسليمان عليه السلام، وعلمه لغة جميع الكائنات، وجعل عيسى عليه السلام يتكلم وهو في المهد، وعلمه كيف يحيي الموتى ويشفي المرضى بقدرة الله عز وجل، ثم أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، منها رحلة الإسراء والمعراج وانشقاق